أنت كمل معهم. لا شعراتك بديون هيك. أيوة أنجي سيفيلاي حبيبتي، إذا ما في شي مهم عم صور كتالوج جديد بحكيكي بعدين. لك صاير شغلة جديدة وإذا ما خبرتك فيها بسرعة رح يعذبني ضميري. شوفي هذا هالوك إجا على البيت ومعه مرة. مين هالمرة؟ لك عم يقول بده يتجوزها كمان. سيفيلاي شو سكرتي؟ لساتك معي؟ قلتيلي بده يتزوجها؟ أكيد، يعني لو مو هو اللي خبرنا كيف كنت بدي دقلك وخبرك بهذا الشيء؟ بس رانا مصدومة مثلي كمان. مين هاي المرة؟ أنا ما بعرف مين بتكون. هلأ بدنا نتعرف عليها. أنت جاية المسا مو هيك؟ أكيد جاية، ما رح طول. إيه تمام، هلأ لازم سكر التليفون. يلا بشوفك المسا يا روحي. شكراً إليك رانا خانم. شكراً كتير، ما كان في داعي تعذبوا حالكم. صحة وعوافي. شو هاي خانم بالله، كأنه مديرتك. قولي لها أختي رانا هيك بتحب، صح أختي؟ صحة وعوافي. شكراً. هالقعدة ناقصة شخص واحد وهو بيكون أخي الصغير، بيجي شهر وبيسافر شهرين، مو هيك؟ عنده ورشة شغل هلأ، بتعرف أخوك تماثيله هالقصص. آه والله؟ طلع عندك أخ فنان كمان، ما خبرتني عنه بالمرة. بكرة بتتعرفي عليه، بس يشوف أي حدا جديد فوراً بيتحمس وبيعمل له تمثال. ما فهمت عليكي إنجي. لا تحكي عن أحمد بغيابه هيك ماشي؟ بس أنا عم قول الحقيقة أختي رانا، أنت حلوة كتير على فكرة، وخصوصي أنه عندك ثلاث بنات حلوين. كلك ذوق. على فكرة أمي أسطورة بإزمير، كتار اللي طلبوها بس ما قبلت بحدا. سيلين حبيبتي شو قلت لكم؟ شفتي لي هذا الشاب شو حلو؟ ها هذا ابنه لأخي هالوك. اسمعوكي هلأ، يعني انتو أصلكن من إزمير؟ مظبوط. وشو بتشتغلي؟ معلمة لغة بالثانوية الوطنية. بس أمي معلمة شاطرة وعلى فكرة بتعلمنا بالمدرسة. حاجة تقاطعية لأمك كل شوي. أنا بدي أستاذن منكن، عندي موعد. مين رايح تشوف؟ بدي أشوف رفقاتي. أيوة هديك الشلة العاطلة. ليش بدك مني شي؟ شو رأيك تاخد الصبايا لحتى تفتلهم شوي؟ أكيد هنن بيكونوا ملوا من القعدة بالبيت. بابا أنا كتير حابة روح. هالوك بلكي الشاب عنده شي خاص ومشغول. شو عم تحكي يا عمري؟ يلا يا بنات قوموا، علي رح يفتلكم، رح ياخدكم على محلات أكيد رح تعجبكم كتير، مو ابني؟ طبعاً. يلا تفضلوا لكان. يلا بيري. علي لا تتأخروا كتير بالرجعة. صحتين وهنا.
أمي ما بتعرف إنه نحن رايحين بالسيارة، يمكن ما تسمح لنا نطلع معه. لكي إذا ما بتعرف بيكون أحسن بكتير حبيبتي باري. أوعك أنت تخبريها. يلا أمشي. تمام. Face your house.